إلى الجزائر، حيث عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العميد الغالي بالقصير قائدا جديدا للدرك الوطني خلفا للواء مناد نوبة. وكان العميد بالقصير يشغل منصب قائد أركان جهاز الدرك، وهو المنصب الذي تولاه منذ أكتوبر 2017 اللواء عمار بهلولي. وقبل ذلك شغل العميد بالقصير منصب قائد القيادة الجهوية للدرك في البليدة. وتأتي هذه الخطوة أياما بعد إقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل على خلفية ورود اسمه في قضية حجز نحو 700 كيلوغرام من الكوكايين من طرف الجيش الجزائري، وفق ما أكدته صحف محلية جزائرية. المزيد من توضيحات حول هذا الموضوع مع هيثم رباني الكاتب والصحفي من الجزائر، وقد اتصل به الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. هذه الإقالة يعني تبع إقالة اللواء الهامل من على رأس الشرطة، لأن الحدث جلل ويتمثل في تدخلات ما بين نظام القضائي وبعض ممثليه، وأيضا تجارة مادة الكوكايين في الجزائر، وهذا أمر يعني سابق على حيث الكمية. يعني ما تبع هذا الأمر من إقالات داخل الأجهزة الأمنية كان منتظرا ولو تعلق بالدرك الوطني. لماذا؟ لأن الأمر مرتبط به، لماذا لم يكشف الأمر من قبل، ولماذا تم السكوت عنه، وإن كانت هناك ملفات لماذا لم تظهر. يعني الأمور متشابكة تتمس نفس الأجهزة، أجهزة أمنية وأجهزة قضائية، والآن ربما قد تمس أجهزة أخرى تتعلق بالجمارك، بالنظام البنكي. ربما المدعو الشيخي الذي كان قد راشى الكثير من الممثلية إدارة إلى آخره، ربما قد راشى أناسا آخرين، وبالتالي فإن الموجة ستمس أناسا آخرين في نفس الاتجاه مرتبطين برشاوى مالية أو بالعقارات بالموانئ وبدخول الصناعة إلى آخره، وهلما جرى.